القبيله دي كلها لما حذفتونا عند باشرم هناك ككبش في ده يعني ايه فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسه المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده وادي الخاتم بتاعه اهو دليل ان انا قتلته. مرحى مرحى الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، طبا لك، هيتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم الذي انتصر عليه الليمبي البطل. أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة. وديارنا. اليوم يومك يا الليمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. ايوه الله. مرحى مرحى مرحب بيك ابو منى. ابو منى على دماغي. ربنا يخليك ابو منى حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك ان شاء الله. بص بقى، مخدرات وميه هتبقى نازله يعني عشان كفار كفار يعني منها على جهنم. ايه يا عمو؟ ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف. يلا خلصنا بقى. يا قوم. ايوه يا قوم. ما هو هم قاعدين، ما تخلص. الليمبي لم يعد منذ الان عبدا من العبيد، انه من صلبي وحفيدي. وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم الليمبي بن بني مهروس. عمه عمه. لا لا بقى، قول لي بقى كنت فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. القارئ يا عمو؟ هو كل شويه الراجل ده طالع طالع طالع، ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع. ايوه. انني ساحتضر يوم زفاف ابنة أخي هند، وعليك أن تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ إيه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني، طب أنا يعني عايز أتجوزها بعمل إيه؟ يا قوم. أوه. سأخدمك سأخدمك. هتخدمني إيه بس؟ سأخدمك. يا قوم، لقد طلب مني الليمبي الآن. أيوة. يد هند ابنة أخي، ولكنني لم أرد عليه وسأسأل هند. يا عم لم أرد عليك إيه؟ وأنا بكلمك في النبيض، سيبني أنا أزيع هذه الفكرة. يا كون، يا أيها الكفرة الفجرة، إنني طلبت إيد الإناثة هند وسنتزوجك. سنتزوجك. وصلي صلي صلي النبي، صلي صلي في من صلي صلي ابو رمالي صلي وامو الهدية صلي عالقدر 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 فرخة بعدت عالقدر اديك قاطرها عالقدر شيلينين 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 وقع مني شيلينين الحتة دي هي شيلينين دوروا معايا بنتك حلوة. إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي اسمعي ما ينشده من أغاني، إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون، صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز عريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. ايه واحد
هند. امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك. نعم. اسمها بخ. بخن ابن عماه عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عماه ايه ده؟ يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع هند اننا سنتنازل ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هند. نعم يا عماه، لقد دعاني للخروج. رأيت المياعة في الكلام؟ والله يا عنا سأخذ هنودة ونتنازل قليلا بالخارج. أيوة طول الشباب بقى، وانت عارف بقى، وحركات بقى، والشيطان شاطر، وانت سيدي الكفرين معارف. حسن حسن حسن، ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا 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 نتأخر، لا نتأخر، لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في سكر قريش؟ أم تريد خيمة على المحارة؟ أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكرا. قل، لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عندك. ألا تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفلح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة، ولكن لا تتأخر. شفت صوت الراجل ده؟ ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عندنا البعض احنا الاثنين، بس انت مش مفصل، مش فاهم منفصل بقي. لا افهمك، ولكني سعيدة بكلامك، أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام اللي أنا كنت بتكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتتاوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي؟ نعم. أيوه نعم. أغثني بالله علي. يا أخي بطلوا بقى، وسخ بقى، ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا دي لبي، إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بينا لا تفعل ذلك. فاخد بالك بقى هند، أنت عارف إن أنا كان نفسي أخده كده على كورنيشه. لبي سخن عم عبده، كان نفسي أخدك بقى على المقطم كده وأفرجك المعادي. ها واخدك على الدائره اللي تسبب بالليل انا وانت. بس واضح ان هنا مفيش خرطه طريق. المحافظ بتاع قبيله قريش عندكم فشل. اغفر لك. لا انا مش نبي ولا اله. يا حرامي يا حرامي. سؤاقه حرامي، ده سر الشعريه بتاعتي. لمبي اكمل حديثك، احب اسمعك تتكلم. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا ايه، عايز اتكلم معاكي في المستفيد. ماشي؟ عشان يبقى ايه، يبقى خير في سلامه، وقولي لي ايه بقى؟ قولي لي ايه بقى؟ ماذا؟ سلامه في خير، وقولي لي خير في سلامه. حسنا فهمت، كلما تقول شيئا يجب ان ارد عليك بنفس الوزن والقافيه. كلام شميل، يعني خير في سلامه؟ وسلامه في خير. حلو، ودلوقتي بقى انا رحت لعمه هريسه واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق، بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه طرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعملي ايه؟ كم كنت يا لمبي؟
سعيدة عندما حررتني من أيدي زيدون اللئيم وأنقذتني من أن أكون له أما ونجوت من الأشرم وعدت لنا سليم. أيوة أنت هتتجوزين أنا هتتجوز الأشرم. بالطبع يا لمبي. أيوة. أو كيف أرفض؟ أو كيف أرفض يا ابن الكرام الطيبين؟ أو كيف أرفض يا ابن الحسن المحسنين؟ أو كيف أرفض 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 أه؟ يا بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي؟ والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى انا عايز ايه؟ عايز اعرف النظام عندكم ايه بقى؟ عشان خاطر ايه؟ يبقى في الاتفاق كده اللي بيننا وبين بعضينا ها؟ يبقى انا عارف ايه اللي ليا واللي عليكم خلاص؟ عليك بشراء الخيمه وانا ساعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين ولا انتوا هتجيبوا المدافن؟ لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا ساعمرها اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترني؟ طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها بره شطنا. طب انا مالنا؟ لمبي لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضل يا ست كندي يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تتكلكلكي، لا تتكلكلكي، لانني قد اعطيت عموكي 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز ها يبقى طبيعي او بومبا ها تكون في اذن صرف قلب الخيمه كده يعني الدخله مهمه. اتقصد ليله البناء؟ ليله ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخله. ليله ايوه هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. عارف الدخله؟ نعم اعرف. روحوا كده بتزهق مع شباب كوريج وكده. كل ما اعرفه ايوه ان الزوج والزوجه ايوه يجلسوا وحدهم داخل الخيمه ايوه ويجب عليهم احضار طفل. عرف الطفل بيجي ازاي؟ لا اعرف. انا عارف انا عرف الطفل بيجي ازاي، ولكني سمعت من بعض النسوه ان الزوج والزوجه يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمة أي الخلوة. أيوة. ثم تضع الزوجة أيوة قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده الريلاكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني أيوة وأنجب طفلنا. ماذا؟ تنجب الطفل إزاي؟ تنتفخ فيها بطني وأنجب طفلنا. ايوه يعني من ايه يعني؟ انت بتنفخ وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وانجب طفلنا. عمي هريسه قال لي ذلك. امه زعرب؟ نعم الزعرب، طعام زعرب ينفخ ويجيب عيل؟ نعم عمي هريسه امه انجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ ولا تحرجني لمبي الزعرب. انت مكسوفه من ايه؟ ده احنا بنتكلم بشويه خضار. طب بص بقى، انت مش عندك هريسه جه من زعرب واحد؟ ها؟ امك جابته من زعرب واحد، انا عاجلك في بيت الدخله معايا الزعربين. لمبي يا بنت ده انت طلعتي. انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انصري انظري انصري الى الكرم. نومك بالكرم. اتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. عشان كرم انه معوج. 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 معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بايدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام ولا بحب البلح. يا لمبي يا ولدي انت الان من البيت. أيوة. ولا يجب أن تحضر أشياء معك. فأنت مقبل على زواج والزواج مصاريف. طب ما أحس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنودة. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عمو أنت لسه هتسأل؟ ما أنت خلاص شفت الدبانة اللي في دراعي وعتقتك أنت وبنت أخوك، في إيه أكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الألفاظ أمام الآلهة. آلهة؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبة بخمسة جنيه وبناخد عليه حمار هدية كمان. وما هي الخمسة جنيه؟ عبارة عن درانا واحد.
الدرهم هنا ب 25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى بلى، ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوه. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوه. ولكني أعدك. أيوه. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام، وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، انت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ فنبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة. طب حلو ده. المهم انت في النهاية انت هتجوزني النودة ولا مش هتجوزني؟ لقد كنت أضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وما هتجوزك انت؟ هي أهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، لما تسمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. سنتزوج ونجلس وحدنا يا عماه. بقول لك ايه، فاهم ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليله الدخلة. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش كده. ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليله الدخلة. ارقصي له يا هند. انتوا كده واضح ان انتوا عندكم مفيش تربيه. البنات شاردة كده وصي حد. طب هل بما ان الاخلاق عندكم كده، هل تسمح لي ان اقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، اتجرؤ ان تقبلها امامي؟ عندما اخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ أبت النبي ما تزعل نفسك، وإن شاء الله كل شيء هيبقى زي الفول. ده بالنسبة لإيه؟ أيوة باشا، لا مؤاخذة يعني بعد إذن حضرتك كنت عايزك يعني تفتكر موضوع أم قطاطة. أنت مالك أنت وما القطاطة؟ أم قطاطة؟ اطلع بره يا قلب. تمام يا باشا، تمام. هتشل هتشل مثل عبي. مالك اللي انا عارف؟ ايوه بقالك ساعه ماسكه البتاع بتبصي في ايه؟ بتبصي مثل عبي. بلعب ماشي، ما انت ما قلتليش العب. اهو كده شيز بيس. شيز بيس ايه؟ ده مش شيز بيس اصلا. امال ده ايه ده؟ دي كوتشينه عادي. مش دومنا دي؟ دومنا ايه كوتشينه؟ لا انا عايز العب كوتشينه. حرام عليك يا قطاطه، ما هي دي الزفت اسمها كوتشينه، ده كوتشينه. لا انا مش عايز العب اللعبه دي، اللعبه دي مش حلوه. زهقت، انا مش فاهمه انت دماغك دي فاضيه خالص خالص. مالك ما تعمل ايه؟ اخي ما بزهق بخش اقعد في دماغي جوه واسيب الخلق تولع بره. على راي المثل اللي بيقول لك ريح تستريح وتكسب محبه الناس. انت بتجيب الكلام ده مني يا قطاط؟ مش زمن، مش زمن يا بنتي، مش زمن. انت عارفه عايزه تنتظري انت من واحده كانت عايشه طول عمرها في ايواء، خدوا الايواء راح مدينا خيمه، خدوا الخيمه راح مدينا الخابور بتاع الخيمه، وبعد كده قعدت على الرصيف. يعني انت ما عندكيش سكن خالص؟ لا عندي. فين؟ ساكنه في جلابيتي. جلابيتك؟ ايوه، دي الحاجه الوحيده اللي محدش يقدر يخرجني منها. انت بمزاجي بقى. يا واد انت دكتوراه في الفلسفه الشعبيه. انا رحت فعلا بقى، رحت واخده بعضي وطالعه المساكن الشعبيه، رحت مقدمه الورق في الحي. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي الحي ابعد من الميت. حالة فنية فريدة، كتلة إبداعية متحركة بترش في نظريات، كل ركن تدخل فيه تكسر الثوابت. سبحان من أبدع الجمال اللي فيكي، اللي جواكي، واللي أجمل من جمال موناليزا.
محدش قالك على الجمال الخارجي شبه الحمار الوحشي؟ ما تصحنيش من الحلم اللي انا فيه يا عباس. قطاطا هو انت دفعتي عن نفسك ازاي في المحكمه؟ يا داروي يا داروي ده تذكرتي ده كان يوم يا نهار اسود الناس عماله تصور بالتلفزيون وعماله ماسكه في ايديها حاجات كده بتاعت اللي هم دول يكلموا ورحت واقفه ماسكه في عبس الالتهام كده وقعدت اقعد انا مريه انا مسلومه انا تعب فيا والراجل اللي هو ماسك الشاكوزه ايوه القاضي ده نجار ده ولا ايه؟ لا القاضي كان بيضرب كل شويه ان قلت فيه مسمار في التخته في التخته ولا حاجه وما قلتيش بقى مين اللي ظلمك ها؟ نبني عارفه بقى العيال وشها اتغير بيقولوا مش لاقيينهم كويس قوي انه ما اداكيش اعدام النبي رند كان يضحك تبقى راحه كان هتبقى راحه بدل ما يبقى الواحد يحب الواحد بدل ما هو عايش في الكوره ويروح يلعب في دماغه يتلعب فيه لا طبعا والعبيطه بقولك ايه؟ ها ما تيجي ناكل بطاطس عايزة بطاطس برضو؟ ناكل بطاطس مش فاهمة ايه حبك في البطاطس؟ بحب عرنبية المقلي حاضر وايه تاني؟ ونخويا بالمعيز معيز؟ في معيز ملوخية بالأرانب؟ حاضر هجيب لك كل اللي أنت عايزاه بس خلينا في الحاجة الوحيدة اللي بفهمها منك يا قطط مين يا جماعة؟ اللمبي حبيبي أهو أهو إنك هو جايب معاه قعدة زقة والمحافظ ماشي جنبه شرف دخلوا للسلطانة هو ده اللي احنا عايزينه هو ده كده نجحت ايوه نجحت النبي نجحت نجحت طب انا هلعب تحت سنك كام احنا هناخدك معانا في الجيش في الجيش في طلائع الجيش وده الحدوه دي واحترف بعد كده والعب في اسكو انتهى فرز الجنود انتهى هاتوه مولاتي السلطانة ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش مولاتي الأمير السلطان تقدم أيها الفتى الشهم لقد سمعت عنك الكثير وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة تقدم يا غالي يعني مش عبده ليا ولا لمين؟ يعني انت عايزك عايزاني اتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي هنزل على اي مائدة رحمن واروح قفشه على طول لفه واستكه وجايبه ديك على طول عيب يعني انت قلت لي اسمه ايه؟ عمر الدين خشاف والنبي انت ده عمر عمر تعال اجلس بجانبي تعال بسرعة كده يعني عارف انا بدوس جامد انا ما عارف شعر جحده ما اسمك يا اسمك ايه؟ ايوه يا بيتك ده اسم الذنبي اريد ان اعرف هل هو متزوج ام لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف ايوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص
انا بقول لك حربتوا لك قلب شوال من نصريه ومغزوز ومتقاستك ومتفضل 14 جبوك تحت رجليك هنا خلاص كده. وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به اعوض عنه ولا ايه؟ اذا فعليك به. الحاضر خلاص خلاص. مولات السلطانة شجرة الرز، الأمير عمر الدين خشاف. اوعى تقول حجم اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولات السلطانة شجرة الرز، مولات الأميرة، كم أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدم الجديد ده ولا ايه؟ مين ده؟ الخدم الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عندي مجانس. اسمحي لي يا مولاتي انا اخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده عمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا تا تا. بعد اذني مولاتي بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بي. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجرة الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ما يطلش. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قرط في عقد بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العلماء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا مولاي. ازاي يا ايه؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش بدل زين العددين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقيبه ناس بتتدبح تحت رجليك. تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسنت بتخزون. تعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. ذكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكايه الاميره زينات. الاميره زينات اللي بعتها بسوق العبيد عشان احافظ عليها من القطار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوه التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوه دي؟ الامير طربال اللعين. طربال. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف لكن عندنا عجز في الخيول. لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقه. امسك الصره دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليله. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصه للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولات السلطانه شجره الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمه شجره الرز، دايما بتبدي مصلحه البلاد على مصلحتها الشخصيه. اسمعوا احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده
عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه. عايز عيوني المنتشره في كل مكان تبقى دايما جاهزه، دايما صاحيه، مستعده. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضل. زعمور حبيبي خيانة الحرات خيانة. خلاص سلم بي بس سلم بي تعويضهم سلم بس. ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم ده؟ ولد الوحيد هو ده كله. وحشني وحشني يا ابويا. ابويا ابويا ما تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه ابوسه. انا مش عايز ده. انا ايه الحكايه يا قمر الدين؟ زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق؟ انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟ من صغار يا مدام. ده اللمبي. لمبي ده ولد غلبان. ده لما تهيلي يا لمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا. ده حبيبي. ده حبيبي. لعبوا لحد ما تبحث في شؤون خاصة مع المدام. مع المدام؟ لا بقى ما ولاي. واحدة بقى واحدة بقى. نعم حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخلة دي يا ملواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاك وبعدين دخلتك دي. شوف انت بص مخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها فدا الوطن، فدا مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقنات. انت داخل على مزلقنات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه؟ حبيبي 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 هبا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان تحمر. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه يا حبيبي اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه. طبعا حلوه شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي ماشي يلا وريني. يا كمان يا كمان هتوريني كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. حصان بص حتين لفوق 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 يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت تقول لي ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا بروح. ابويا ابويا الحصان. ابويا الحصان. فين الحصان؟ يا ده ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. ابويا ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا في بطني. بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا ام غلاستك. ده انت غلس قوي. ده يا ابويا بس بس. نعم ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ يا ابويا مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوي بحاجه تانية خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا. مش دول هو كان الحصان. والله هو دول مصحف. انا هجيب من حصانه تانية. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كدب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك مدوي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي اصلي اللمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه يا ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده. اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كداب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لان هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان. اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي
طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر، انا كنت بهزر ده كله يا زعربور، انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو، خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عويد عويد عويد. الله ينعل ابو غلاسة اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي. ايوه ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة مع اصلاجة حبتين. شؤون الدولة؟ وهي دي شؤون دولة؟ ده شؤون القارة. يا مولاي انت دخلت دقيقة وخرجت شبه بتوع الكنافة والقطايف عندنا. لمبي. دخلة تانية انا معرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه، مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. عيب المدواي، سرك في بير. وايه كمان؟ ومخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده، ها؟ خلاص. ولا حيقوم ولا أي حاجة. لزق بكل على كرسي العرش. لكن انت معاه ثورات ولا مظاهرات ولا أي حاجة، لأن هو من الوزن الثقيل. فصعب إنه يشال. البلد هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناسرة الإحجام، فدي عايزة بوصلة عشان تحددي الخلقة فين بتاعت وشاشة تعرفي تتكلمي معاها. وحشة يعني؟ وحشة منين؟ وحشة مين يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدر تقولي رضعة من وحيد الكرم، ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وإيه؟ وفاكرة نفسها زغلولة، وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الأمير أمر الدين ومشي عملت دلاله يمين وشمال، وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع المسكت. مولاتي السلطانة شجرة الرز، لقد قتل الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير أمر الدين خشاف إيه؟ الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنة وأنت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتله؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت قمر الدين؟ مين أنا؟ يعني تير. أنت حبيبي وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ أنا ما قتلتش قمر الدين ده. أنت حبيبي. أيوة وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمرايا واحدة، كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني، خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة. يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي قشطة، أنت عارف؟ أنت جايبة آخر الحرير، خلي بالك وحط في ذهنك إن أنت جايبة من آخر الحرير. بالك أنت لو دخلت على أي بوياجي كده، بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا، مش هيجيب فيك خربوش، عشان أنت زيرو وأنا موت في الزيرو. من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقة. يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، غدا الفرح والأفراح، غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المحروس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهارده.
وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا اخر دلع. يا سيدي خلاص بقى، هلا ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين اللمبي. صحيح والله الخير على قدوم الوردين. بيقول لك بكره فرح، يعني فته وهوبر واللازم منه في بعد كده خير. والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بلد، وانت بتتكلم في هنجر الفته. ليه محسسين ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هو هو شفتي؟ هتقولي الكلام مزوق وبعد كده تغمسه بالسم الهري اللي يهري بدني. يا بنت امشي، انا هنا سيدة القصر. سيدة القصر؟ ايوه كده، بدل ما تقعد تسمعي كده. سيدة القصر امشي من القصر وسطك. بقول لك ايه يا امي، انا هسيب لك سيدة القصر واغر من وشكوا خالص. امشي. مشيت. ما مشيتش قدامك الصدى دلوقتي. مشيت خلاص والله. الحرمية دي مشيت. انت عارفاني دي حرمية؟ هي مشيت خلاص. ما تسمعش حاجة تحت يا تاتا. تتكلم يا مكان مساعد يا إكرام وما يحلى الكلام إذا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان في واحد اسمه إيه؟ اللمبي. ها؟ اللمبي يا حبيبي يا لمبي. ها؟ جايب البوزبوسة وجاي أهو. جايب البوزبوسة. يعني يعني ايه يا عمدة؟ انت عايزني ان انا اطلق مراتي على اساس ان جالك خبر ان الليمبي اتقلب من زودياك في الطيارة ولا ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. اه يا منافق، انت منافق، انت بمنخرين انت. ما تخلص يا قلق، احنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص. الله. ما ترمي من الطلعه يا والي. الله، مش هطلع انا يا جدعان. يا جدعان في شرع مين؟ خليك معايا انت بوحدك ده. في شرع مين ده؟ ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لا مؤاخذه دراعك بس يا جنب المامور لا اكون مفرغ الفرفل ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه توقف عنك وما تشتغلش. طلع. ربنا يتقبل مني يا اخويا، وابتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع. مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه انت ايه؟ ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولد. قول ايه؟ زوجاتي فتحيه بنت حسان طالع مني. ربنا يتقبل منك يا عم.
ركبتك عشان احصلك في جمعتك. تحصلي بيه؟ عاش بابليس في الجنه. اخصى عليكي. ما تحكي لنا يا بنتي يا فتحية ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه، خليكم كده على بعض. بقول لك يا بنتي يا فتحية، ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتك. لا يا اختي، بقطع بيت شجر. ايه؟ طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحية، لحسن انا خايفه ابوه. يوه، صعبتي عليا يا بنتي انتي وهي. هكلبهولك بس على شرط يكون شبهه، كلامه مفكر، شهد مكرر. ايوه، ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه، اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير بين غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت بالفعل. رايح فين يا سليب؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس، انا ما ينفعش اخش الدار خلاص، يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه؟ كف الله الشر. انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليني، انما النهارده ما تحلليش. تحلليش؟ بالك يا سليب. لا انت طلعتني منك. يا حبيبي طلعتني؟ انا كنت هتهدي بالسلاح. يا لهوي، عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بالنوار؟ يا لهوي، يا بسبتك يا فتحية، يا فضحتك يا بنتي يا فتحية. والله انا وافقت بس كده، يعني نستنى بس وافقت عشان هو، عشان افكر بعد كده هعمل ايه. انما انا مش عايزكم، والمصعب ده هسكت بقى. انا هوقع في البلد دي، انا هقطع الشجر بتاعه واسد واسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وشي يا حمزه ووريني شكلك عامل ازاي. يا ولد انت، انا انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد؟ انا كنت بمدح على بتاع العيش. ايه؟ لا غور يا الله. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي لحدامك بالطوب. يا ما يا مجنون. غور يا ولد يا مجنون. غور يا دكتاهيه. ايه يا قمر؟ ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي، ها، وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي، ليلتك. ليلتي يا عروسه. يا عروسه يا لهوي. بس يا قمر، قمر يا ناس، قمر قمر، البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه، في البقره، في الغربه، ورايا يا حمار. وكأن القيامه هتقوم يا رجاله. يطلقك مراتك بالقوه. حقها بطل ده واسمعوا دي. طب ايه يا عم الحاج؟ هو انت كنت شويه مقضيها لي الغاز؟ ايه اللي بطلوا ده وحلقوا ده؟ انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار، خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد، انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه، لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده. والله العظيم انا هفرقكم عن العمده ده،
هخلي راجل وجه الارض كله يتفرج عليه ويبقى مرنطه كده في قلب الارض. هتشوفه. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف اللمبي هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجمنا وحسن ابو خد كبير ونيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب اللمبي. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زينب؟ يا حول الله يا رب، الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخوا عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ أيوة. انت تيجي عندي الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي؟ اعلانات؟ ما دي وايه صوت الميه ده؟ يا بتحير تعمل بالبيرو يا رفع حن؟ اسمها عواطف. نكتب وانا عايز اعرف اسمها تتحرق. وده ايه ده كمان؟ بقول لك ايه، مثل الواد الزعافه ده من هنا. اخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ امال لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي؟ تجردتني يا هانم من كل قصاصاتي. يا راجل اجري، انت كلك على بعضك جريده. يلا امشي، انا هنا سيده القصر. يلا قصر حقك يا خدامة. بقول لك ايه، خدامة بس بشرف. بصي شرفك والنبي يديك ساعة على الدائري، بيننا شرف ولا غير. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ واضح عليك بايه وانت فيكي كل العبر. بصي بتشتمك بتشتم جدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول. اخرجي يا عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البنت. لا والنبي اتخرجي يا بنت، ساعة أكلة قصها ليه؟ دي غلبانة. ودي ست برضك خدامة، يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلبة. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة. ماشي يا بيئة يا لوكل. اسم الله عليك يا اللي جاية من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ اه؟ انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربة من تحت باطك، ان شاء الله تغرق من صخاريخ ودانك، وتبقى مجنونة من قلب التست. مش عارفه هتموتي مني ليه؟ مولعه ليه؟ ها؟ ها؟ انا واثقه من نفسي. واثقه من نفسي؟ انا ستي واثقه من نفسي وعارفه انا عارفه انا عامله ازاي. ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها؟ لا ياخدوا اجيب مرايه ليه؟ المرايه اللي وحشين يجيبوا نفسهم حلوين وانا معفنين يا قدامه. وانا هنا سيدة القصر. قصر قصر حقك. يلا يا اخي اكسروك على الدائري ما يلاقوا بك حته. خلصتي؟ طب انا ليه عمال افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي؟ ما تبقاش طبيعي، والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني ايه اختواعي عن جاي من الشانزليزيه مرة؟ ما كانش جاي، ده كان بيتنطط من الاتوبيس لتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريح ده ويخش بمناخيره تحت الباط ده. مفيش ميه يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرقه. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ده ايه المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يقرب فتحه بسم الله الرحمن الرحيم ويروح رافع باطه والمره تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص كفايه كفايه قطط، قرفتيني انا. خلاص خلصت الطماطم اهو. خلصت ايه؟ الطماطم. طماطم اسمها قوطة. قوطة اسمها ايه؟ قوطة. قوطة قولي ورايا. قوطة. 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 ايوه كده. خلاص؟ خلاص. اتفضلي. خلاص هاتي بقى الطماطم. انت لسه قايلة قوطة يا اختي. هو كلام نسوان بعد ما نطبخ وبعد ما نتكلم في ايه؟ خلاص هي دي؟ قطقطة بس كده حلوة أوي. حلوة؟ أيوة. ميرسي. بس هاتي بقى الفرقة أهي، ورك كده وورك كده. طب والصدر؟ ما أعرف صدر بقى زي الفل أهو. يا مرد عجيان. لا قطقطة أنا ما أقصدش صدري، كنت أقصد صدر الفرخة. أيوة يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب أنت عارفة الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبة بلدوج. كلمة البلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب تانيين بلدوج وماتت.
سام عليا كلام الزوارين البلدوجات ورحت الخطاب وقعدت ارضع فيهم وكبروا بصلاه النبي وبقى فيهم واحده مكتوبه دلوقتي. كلبه ايه يا قطاطا انت بتشتغليني؟ انا هموت واعرف انت بتش... انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بتشوفها وبتشوفي ناس غريبه. بتشوفي ايه انت؟ يحسب انت تفتكري انا بتكلم في ايه؟ انت تفتكري ان الصواريخ عند المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ يقعدوا يتكلموا على دي ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما وبص تلاقي المره من دول سرح الكلب جربان وتقولي تعملي احسن مني. هي كده كلام مش وانت تعملي ايه؟ يا قطاطا انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت ده مش هياخد مني من الحاجات دي اهو بصي جاي اهو بيصور عليا هذا يا ولد هذا يا ولد الحب مش بالعافيه الله الحياة والخشة يا رفيق معاه وقفة ترجفي للمراجور فاطمة بترجفي ليش أنا هو أنت خطيبي؟ طب هو حبيبي شغلت رنة وبندقية معمرة هو هرد له واحد اللي بانيك ما تخلاش اللي يدير اللي بمرة بدقولي أحيب ساتر يا رب يا عيني عليكي يا حبيبتي امي ما لحقتيش تفرحي الجو يا علوان فين الزفه يا ولد ايه يا بلد مش هتزفوني ولا ايه بيان هام مش عايز اسمع هسه دبت نمله زقزقت عصفوره ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقره تنعر خصوصا في الليله المفترجه دي فاهمين يا حوش هو فين حوش يا عمدي انت الحوش يا غبي بطايه فاهم يا عمده فاهم غرجتك ده يا فمك غور يا الله انت يا اختي بتتحسوكي ليه يا بنت انت يا روح امك انت مش قلت لك تخلصي من زمان حاضر يا عمدي يا اخويا ها عايزه ايه لا صحيح في ايه يعني تعالى يا عمري وطي صوتك طيب على ايه ايه بس من عند الماء الراحة صبر صوتك ايه ده خير يا نور عيني خير يا راجل مالك في ايه
لا يعني أصل الزفة خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفة ايه الإجراءات يعني؟ انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيلة، فيه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفة بس ياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدة ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا انا؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللمضة يا عمدة. ليه؟ هي غارت؟ وطي اللمضة. حاضر يا بنت ادري. ايه العجلابيتك يا عمدة؟ اغسلي الشر يا مقتدر. ايه العجلابية يا عمدة؟ نامي لوحدك يا عني، العمدة مرضه مني الليلة، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمة تقومي يا بيت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بيت تنضفي الدار. العروسة قال والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وذنبه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي في الحياة سليبي يا حبيبتي حبيبتي اطلعها. ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سليبي. الحمد لله الحمد لله اخيرا فتحية القدر جنع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. اخيرا اخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حضرت فتحية انا قول قول يا عني. انا ايه؟ انا جعان قوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. كل الحمد لله ربنا بيرفع من هنا وبيمسل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهيم أيضا هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ أنا روحت بينك والكنز راح كمان. لا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو، هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى، الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وقنعت واروح واخد برضه متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي، هو ده الكنز. يا بصيبتي يا بصيبتي يا فتحي نهار كسوس يا فتحي هتسيبني يا سليبي. يا بصيبتي بتحبيني يا بنت. يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات، يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه؟ فتحي انا سالت واستعصصت. ها؟ سالت واستعصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او من يعني من يومين. فاحنا مفيش انت تحلي لي دلوقتي يا بت. انت تحلي لي. وجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايزه يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده ده انا هقوم ده انا هموت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الغباوه دي يا ولد؟ انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابيع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. Thank you.
يا نهار اسود ومجليط بجلة ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى، لا صاحي. صباح الخير يا حضرة العمدة، سيادتك عايز 2 لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين خيارة. خيارة؟ ايوه داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سيلبي. صباح الخير يا تروحة، حياتك بقى زودت الاوردر عشان خاطر صاحي تقابل مرة تفطر معانا، أنا عارف إنه ده راس اوردر. أهو اطلب بقى، أنت عايزة إيه؟ أنا نفسي في ما هو قال لي يا أختي، وهو طلب مني شايبة حليب وبقسمتين وخيارة، إنما القتة عليا أنا، ده أنا هشرب من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج، اثبت. إيه؟ أنت هتعمل إيه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي، مراتي وانت واخدها مني غصبانية، ومن ساعة ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي، يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس، صباح يا بركة يا عمدي، اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك كتر اخرى، هو تستنى عليا شوية. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رأيي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي، ها؟ وتقول لهم مشكرين جدا على العار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار، انت بقيت بتعوم في قلب العار، نطلق كلك على بعضك كده عارف عار. كفاية كده يا سيليبي، الراجل ده برضه في بقابة ابويا. شايف انا نعمة اصيلة البت دي والله، بصون العيش والملح والله. بحبك يا سيليبي. وانا يا بنتي مبسوط في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيبوا بوته بقى. بابا يا سيدي. يا عمدي الموقف يسخن، وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح، اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى، مش كفايه عسل باقي؟ انا رايح وراجع، ما تتحركش. انا خرجت فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تهرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي، انا مش فاضي. انا ايه ده؟ بيتك وده مطرحك ودي مراتك، وحنا حراضيك وهنسويه وحراضيك والله. بس اصبر عليا، بس راجع لك. حاضر. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. ده عمل لي حنوضه على صدري. انا عقبال ما استنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سيلبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص، لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سيلبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شاهد التربه ده والجلابيه. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيا مباركه يا عمده. خليك قفشه قفشه جنب، خليك قفشه جنب. استني هنكفي على وشي يا سيدي. كده حلو قوي. بس بسرعة. اللي جابك الحتة دي هنا؟ مش عارف انت جاي بيه. بسرعة يا سليم، زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه، بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر. يلا اهو. انا مهلك عملك يا سليم. طب اخبي وشك يا سليم. اخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي، يا فضحتك يا عمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه يا دي احمر انت، ما تتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي. يا نهار مش فايت. The kick decided the game. ده مين اللي بيلعب ده؟ ده برشلونة. لا ما بحبش برشلونة، أنا عايزة إنبي. حاضر حاضر، بعد الجيم ده يلا دوسي إكس. أدوسي إكس؟ آه. فين الإكس؟
اكس بس مش اكس اسمه اكس بنك اهو عشان يرا بيباسي بيباسي ممرازي ايه ممرازي بيباسي يعني بيعمل كده ممرازي اهو ممرازي شط من فتا زهقتيني دوسي دوسي يلا اهو كده اهو شاطر يا قطاطا انت كسبانه لغايه دلوقتي اه ما انا عارفه طبعا انت خلبوسه اما انت فاكر ايه بدي بلعبها على طول في الشارع ايه اللي بتلعبها البنك البنك الحكم ده على فكره بيسنكل اللعيبه لا ما يقصدش هو بيوقعهم وهم بيوقفوا ما يقصدش يا قطاطا يلا انا الخناق الحكم خلاص صفر بيوقع اللعيبه خلاص قال لك جيم اوفر خلص ما تيجي نرقص شتحت الحدوته يا قطاطه ما انا راكد عدوته بس تعال نرقص يلا ماشي يلا يا اللي تحت ويا اللي فوق ايه ده لا ايه ده انت تجيب المطرب هنا تامر حسني هكلم تامر حسني ليه هشغل مزيكا حماجي 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 لا محمد حماجي يلا 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 انا ده حلو قوي يلا 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 النبي عليك يلا النبي عليك يا وطه يا بطه اي ما كنت بقول كده يلا يلا ولا مره امي وابوك كانوا مش بس ماتوا تحت الفيل والله كلام يا فني تحت يا ابني انت تحت يا ابني Come on, Steve. I'm going to come with my mind. I don't know.